عروس مقاتلة في صفوف تنظيم الدولة. العروس مراهقة بريطانية سافرت من لندن إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم، واليوم تعلن رغبتها بالعودة إلى بلدها بريطانيا. شاميمة بيجم ذات 19 عاماً قالت إنها فقدت طفلين بسبب المرض، وإنها سافرت إلى تركيا في شباط 2015 مع زميلاتها أميرة أباسي وكاديزة سلطانة، ومن ثم إلى سوريا. بريطانيا أصدرت قراراً بإسقاط الجنسية عن شاميمة، والقرار اعتبر سابقة في البلاد، ما يعني أن رغبتها وطلبها العودة إلى وطنها أمر مرفوض. شاميمة لم تبدي ندماً حقيقياً على مغامرتها تلك، ولم تعبر عن تغيير قناعاتها التي جعلتها تسافر إلى الرقة، ولكنها بعد أن أنجبت طفلاً شعرت برغبة للعودة إلى بريطانيا. ورغم أن أهلها شعروا بخيبة أمل، فإن وزير الداخلية البريطاني المسلم من أصول باكستانية مصر على قراره، ولا يبدو أنه سيتهاون في هذه القضية. شاميمة ليست الأولى ولا الأخيرة من الأوروبيين الذين جندهم تنظيم الدولة، وقبل أيام قليلة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية ودعاهم إلى استرداد مواطنيهم الذين قاتلوا مع التنظيم ومحاكمتهم، وإلا فإنه سيطلق سراحهم، وهؤلاء يتجاوز عددهم 800 عنصر أوروبي قبضت عليهم القوات الموالية لأمريكا في سوريا، ولا يبدو أنها ستحتفظ بهم.